عقدت الغرف السياحية اجتماعا لإعلان دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. وأكد المشاركون في الاجتماع أن المشاركة في الانتخابات ليست رفاهية، وأن المرحلة الحالية تتطلب دعم مصر، مؤكدين أن خطى الرئيس السيسي تدعم الأمن والأمان، وهذا مطلب أساسي لجذب السياحة. لما تحصل مبادرة من القطاع السياحة ان هم يعملوا مبادرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بظل الظروف دي، فعلا مبادرة وطنية خالصة يعني، ودي بتفتح نفس الواحد اكتر كمان للشغل، ان هو بيأكدوا المشاركة الجامدة ان شاء الله في الانتخابات. واحنا عايزين نؤكد هنا ان المشاركة في الانتخابات ليست رفاهية على الاطلاق. المشاركة هي انا بثبت وجودي ان انا مواطن في مصر ليا حق التعبير، بثبت وجودي ان انا مواطن في مصر ليا حق المساءلة. احنا في المرحلة ديت احنا بندعم مصر كلها، ندعم الوطن زي ما احنا بنشوف اولادنا على الجبهة، وازاي طب يطهروا في ارض الفيروز اللي هتقدر تجلب لنا الخير كله. فاحنا كقطاع السياحة قطاع واعد وواعي وعارف قيمة مصر كويس جدا جدا. اهم حاجة الامن والامان، وسيادة الرئيس ماشي بخطى كبيرة جدا 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 بجيش مصر وشرطة مصر عشان استرجاع الامن لمصر، ومن غير امن مفيش سياحه.